الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أما بعد، فاليوم هتكلم في محاضرة جديدة، اللي هي موضوع جديد، اللي هو عن الانتيروبكترياسيا. الانتيروبكترياسيا موضوع مهم جدا، و يعني له أهمية كبيرة في التشخيص، اللي هو المايكرو أورجانيزمز اللي بتسبب أمراض، وأكثر الأمراض مسببة إلها اللي هي الانتيروبكترياسيا. الانتيروبكترياسيا طبعا موضوع مهم، ونرجو أنكم تأخذوا الشابتر هذا بأهمية كبيرة. طبعا الجرام نيجاتيف بكتيريا، طبعا الانتيروبكترياسيا عبارة عن جرام نيجاتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف بكتيريا تم تصنيفها إلى نوعين، لأيروبيك وأن أيروبيك. وطبعا اليوم موضوعنا هيكون عن اللي هي الباسيلاي، والباسيلاي منها ايروبيك ومنها ان ايروبيك. بالنسبة للايروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي، من اهمها اللي هو الانتيروبكترياسيا، وفي عنا منها نون انتيروبكترياسيا، بتنقسم الى نوعين، فيرمنتيف ونون فيرمنتيف، وفي عنا ان ايروبيك. اليوم موضوعنا حيكون عن الاشريشيا، عفوا الانتيروبكترياسيا اللي هي تتبع للايروبيك، اللي هي جرام نيجاتيف باسيلاي. والانتيروبكترياسيا فيها اللي هي جينيس، اكثر انواع متعدده من الجينيسز، من الاشريشيا والكلبسيلا والبروتيس والسالمونيلا والشيجيلا واليرسينيا والانتيروباكتر ستروباكتر سيريشيا بروفيدنسيا ادوارد سيلا وهافانيا. كل هذه انواع طبعا هندرسها بشكل اكثر تفصيلا من خلال اللي هو شابترنا اليوم. الانتيروبكترياسيا اللي هي عبارة عن مجموعة وتعتبر فاميلي referred to as entrances، يعني بسموها انتريك، او اللي هي عبارة عن انواع من البكتيريا اللي بتعيش في داخل الجهاز، في داخل جسم الانسان، وخاصة في الجهاز الهضمي. في هنا four major features للانتيروبكترياسيا: all ferment glucose، وكذلك تعمل fermentation للديكستروز، اللي يعني في عنا سكر احادي سكر ثنائي، وكلها all reduce nitrates to nitrites، all are oxidase negative، all except Klebsiella, Shigella and Yersinia are motile. then في عندنا four major features مهمة جدا، اللي هي طبعا بتميز اللي هو الانتيروبكترياسيا. بالنسبة للميكروسكوبيك والكولوني مورفولوجي، طبعا الانتيروبكترياسيا عبارة عن جرام نيجاتيف باسيلاي، وممكن تكون على شكل كوكو باسيلاي. نون سبور فورمينج كولوني مورفولوجي على اللي هي البلاد اجار، او اللي هي الماكونكي، وطبعا الها اللي هي طبعا شكل مميز على البلاد اجار، وخاصة على اللي هو الماكونكي ايضا. وطبعا هذا الشكل يعتبر يعني مهم، ولكن مش بالأهمية الكبيرة زي الصفات الكيميائية. وطبعا كلهم تقريبا على اللي هو البلاد أجار والمكونكي، ببين بأشكال متشابهة، ولكن فينا بعض الأنواع طبعا في لها صفات مميزة على اللي هو البلاد أجار والمكونكي، زي عندنا الاشريشيا كولاي، البروتيس بتعمل سوارمينج، ما عدا اللي هي الكليبسيلا، بكلها شكل مميز للكليبسيلا على اللي هو الماكونكي او البلاد اجار، ولها شكل يسمى نيوكويد اللي هي شيب. فينا طبعا سيلكتيف ديفرنشال ميديا تستخدم ل اللي هي عمليه التعرف بشكل اولي على الكولوني، زي مثلا عندنا الماكونكي، وفينا الهكتون انتريك اجار والاكس ال دي اجار،
هي طبعا تعتبر سيلكتيف ميديا او ديفرنشال ميديا اللي هو الانتيروبكتيريوسيس. طبعا عملية الكلاسيفيكيشن للانتيروبكتيريوسيا واللي احنا سميناها انتريكس جينيتيك ستاديز اللي هي بليس ذا انتيروبكتيريوسيا فاميلي among اللي هو the protobacteria phylum، صنفت على اللي هو تصنيف protobacteria phylum وصنفت as gamma protobacteria class، وطبعا given their own order سموها enterobacterials. The enterobacteriaceae family طبعا تم تصنيفها subdivided into eight strips، صنفوها لمجموعات، وهذه المجموعات طبعا مرتبطة بالأنواع المختلفة من اللي هي الجينيسز اللي موجودة في ده من ضمنها أو صنفت من ضمن الانتيرو بكتيريسيا. وطبعا هاي التريبس تم تصنيفها أكثر يعني بشكل أكبر إلى جينرا، وطبعا كل جينرا تم تصنيفه إلى عدد من السبيشيز. طبعا عندنا الجدول هذا بوضح لنا اللي هي التريبس، نتكلم عن اللي هي التريبس والجينرا في اللي هو الانتيروبكتيريا فاميلي. عندنا على سبيل المثال الاشريشيا. الاشريشيا طبعا عبارة عن اللي هي جينرا بتضم اللي هي جينيس مهم اللي هو اسمه الاشريشيا. لاحظين انتو هنا الفرق في الكتوبة انه هذه جينرا، وهنا عندنا اللي هي عفوا اللي هي التريبس والجينرا تبعتها اللي هي ايش. تفضل دكتور سامحني، في بنات حكينا انه الانتيروبكتيريوسيا بتضم اللي هي تريبس وجينرا، وهي التريبس طبعا صنفت بناء على الصفات المشتركة اللي اتصفت فيها واللي استطاعت انها تكون في هذه اللي هي الفاميلي اللي احنا سميناها الانتيروبكتيريوسيا. الانتيروبكتيريوسيا بتضم تريب 1 اللي هو الاشريشيا وادواردسيلا وسالمونليسيا ستروبكتيريوسيا وكليبسيليسيا وبروتيس ويرسينيا واروينيا. طبعا كل تريب بتضم اللي هي جينرا اللي هي، والجينرا بتضم سبيشيز. زي مثلا عندنا الاشريشيا، الاشريشيا عباره عن جينيس بضم طبعا في تحتيه بده يكون في عندنا عدد من اللي هي السبيشيز. اشريشيا كولاي في منها انواع متعدده غير الكولاي في عندنا تتصنف الى سبيشيز مختلفه، وكذلك الانواع الاخرى. طبعا عندنا الفاميلي اوف انتيروبكتيريسيا في عندنا جينيس ونمبر اوف سبيشيز. طبعا حكينا التريب للضم في داخلها اللي هي جينيسز، وكل جينيس حيكون فيه اما 1 سبيشيز او اكثر من 1 سبيشيز. وطبعا عندنا على سبيل المثال عندنا الستروباكتر فيها 4 سبيشيز، بينما الشيجيلا فيها ايضا 4، اروينيا مثلا 1 سبيشيز. لما نتكلم عن الاشريشيا اللي هي 5 سبيشيز، وطبعا منها الباثوجين وسموه اللي هي ترو باثوجين، وفي منها اللي هي certain strains can be considered true pathogen، يعني بعضها ممرض وبعضها ممكن انواع منها ممرضه وممكن انواع اخرى غير ممرضه. في عندنا medically importance اللي هي enterobacteriaceae genuses وspecies اللي هي زي الاشريشيا سبيشيز، الكلبسيلا سبيشيز، الستروباكتر سبيشيز، انتيروباكتر سبيشيز، البروتيس، المورجنيلا، السالمونيلا، الشيجيلا، اليرسينيا، السريشيا. كل هاي انواع تعتبر ميديكالي امبورتنس، يعني بمعنى اخر يعني انواع منها تعتبر باثوجينيك ومهمه انه ندرسها من نواحي طبيه. فينا الانتيروبكتيريسيا طبعا يعني بتصيب الجسم بأشكال مختلفة وبأماكن مختلفة، وطبعا ممكن اللي هي أنواع من البكتيريا اللي هي بنسميها opportunistic pathogen اللي هي متحينة الفرص،
أو تتحين الفرص أنها تكون ممرضة، يعني بمعنى آخر بتكون في أماكن غير ممرضة، وإذا دخلت جسم الإنسان في مناطق أخرى بتصير ممرضة. زي مثلا عندنا الإشريشيا كولاي. الإشريشيا كولاي بتعيش في داخل الأمعاء بشكل طبيعي غير ممرض، ولكن ممكن تصل إلى مناطق من اللي هو مثلا يصل لليوريثرا خاصة عند الفيميل، وتسبب يورين تراكت انفكشن اللي هي الإشريشيا، وفينا البروتياس، الكليبسيلا، المارجينيلا. فينا أنواع مختلفة طبعا بتسبب اليورين تراكت انفكشن، وبالتالي بنسميها opportunistic pathogen إذا كانت هي تكون على عدة أشكال، إما ممرضة وغير ممرضة. كليبسيلا نيومونيا، انتيروباكتر، إيريجينوز، إيريجونيز، وسيرويشيا اللي هي مارسينس، وبروتيوس سبيشيز، بروفيدنسيا، ستروباكتر، كلها تعتبر أنواع تسمى opportunistic pathogen، يعني بمعنى آخر تتحين الفرص أنها تكون ممرضة. منها ممكن من يسبب المنينجايتس، هاي الانتيروباكترياسيا، ممكن تسبب التهاب السحايا أو انفكشن في اللي هي الأغشية المبطنة للمخ، وطبعا بتصيب الجهاز العصبي. يعني عندنا سنترال نيرفس سيستم زي الإشريشيا ممكن تصل للمننجز وتسبب مننجايتس. نيومونيا، نيومونيا طبعا بتصيب الجهاز التنفسي، وبتصيب اللور ريسبيراتوري تراكت يعني الجزء السفلي من الجهاز التنفسي، يعني الرئتين، في داخل الرئتين، زي الكليبسيلا والانتيروباكتر والاشريشيا. طبعا فينا اللور وفينا الابر. الابر مقصود في الحلق، مناطق التونسلز، واللور هو داخل الرئتين او الشعيبات الهوائيه. ممكن تصل البكتيريا هاي الانتيروباكتيريسيا للبلاد وتسبب سبسز، والسبسز يعني عباره عن وجود البكتيريا في البلاد وتكاثرها وانتاجها للسموم، يعني بتكون عباره عن توكسيك اللي هي بكتيريا اذا وصلت البلاد، زي الاشريشيا والكليبسيلا والانتيروباكتر. ممكن في بعضها بتسبب دياريا، بصيب الجهاز الهضمي، وطبعا اذا اصابت الجهاز الهضمي طبعا حتسبب اللي هي اسهال، وخاصه زي السالمونيلا والشيجيلا والاشريشيا واليارسينيا. طبعا ممكن يجي السؤال انه الاشريشيا هي تعتبر نورمال فلورا، بتعيش بشكل طبيعي في الامعاء، وكيف ممكن تكون اللي هي ممرضه؟ وهذا السؤال طبعا مطلوب انكم تجاوبوا عليه في الهوم وورك لما نطلبها منكم. في ان الاوبليجيت باثوجينز اللي هي بتكون يعني ممرضه، واذا دخلت جسم الانسان بتكون ممرضه، يعني لا تتحين الفرص وانما هي بطبيعتها ممرضه، زي السالمونيلا والشيجيلا واليرسينيا وبعض انواع الاشريشيا كولاي. طبعا ايش اللي بيخلي هاي الانتيروباكتيرياسيا ممرضه؟ عشان هيك ندرس ايش بسموه الفيريلنس والانتيجينيك فاكتورز اوف انتريسايز او اوف انتريكس. طبعا الفيريلنس والانتيجينيك فاكتورز هي تعتبر العوامل اللي بتخلي هاي البكتيريا ممرضه. طبعا من العوامل اللي تخليها ممرضه قدرتها على الكولونايزيشن، يعني بمعنى اخر بكتيريا تتكاثر بشكل سريع، بتكون كولونيز، هاي تعتبر اللي هي اول عوامل المرضيه. الاديرنس، الالتصاق، produce various toxins and invade tissues. يعني بمعنى آخر في عنا القدرة على التكاثر، القدرة على الالتصاق، قدرتها على إنتاج اللي هي أنواع من مختلفة من السموم ومهاجمتها للتيشوز، يعتبر من عوامل المرضية. Some possesses plasmids that may mediate resistance to antibiotics. حكينا لكم انه في تركيبه مهمه في البكتيريا تسمى البلازميد، وموجوده في معظم انواع البكتيريا وليس كلها، وتعتبر من اهم اللي هي التركيبات المسؤوله عن الانتيبايوتيك ريزيستنت اللي هي البكتيريا. Many entrances او entrexes possesses antigens that can be used to identify groups. بعض انواع اللي هي البكتيريا هاي
اللي هي بتحتوي على أنتيجنز، وهذه الأنتيجنز بتساعدنا على التعرف على اللي هي البكتيريا، زي الأو أنتيجن واللي احنا بنسميه سوماتيك أنتيجن، وعبارة عن هيت ستيبل أنتيجن لوكيتد إن ذا سيل وول. إذا الأو أنتيجن عبارة عن أنتيجن موجود على السيل وول، وجوده طبعا بيساعدنا على التعرف على البكتيريا اللي هي بتحتوي على الأو أنتيجن. في عندنا أنواع تانية بتحتوي على الأتش أنتيجن، واللي هو عبارة عن أنتيجن مسؤول عن وجود اللي هي في حالة وجود الفلاجيلا، واللي هي تعتبر هيت لبايل أنتيجن، من خلاله بقدر أتعرف على بعض أنواع البكتيريا. الكي أنتيجن اللي هو مسؤول عن الكبسول، ويعتبر هيت لبايل أنتيجن، وطبعا له دور في التعرف على اللي هو وجود الكبسول عند بعض انواع البكتيريا. اذا في عندنا الانتيجينيك ستراكشر، الانتيروبكتيريس هي موجود بهذا الشكل. اذا كان في عندنا فلاجيلا، في عندنا اتش انتيجين، في عندنا كبسول، في كي او بسموه في اي انتيجين. اللايبوبوليسكرايد طبعا وجوده يعتبر عامل مهم جدا في السموميه اللي هنا سميناها الاندوتوكسينز. وفي ان الاو بوليساكرايد مسؤول عن وجود اللي هو الاو انتيجين والبوليساكرايد كول اللي موجود في الليبيد اي الاوتر ممبرين، وفي ان البيريبلازميك سبيس، كلها التركيبات اللي هي البكتيريا درسناها سابقا. طيب ايش اهميه اللي هي الانتركساي من ناحيه طبيه، الكلينيكال سيجنيفيكانس للانتركس؟ الانتركس ار اللي بسموها ubiquitous in nature، يعني بمعنى آخر يعني بتعيش بشكل متعايش في طبيعتها، ولكن عن عدد محدود بكون موجود في الانتستن كويس، وطبعا موجود في الانيمالز والهيومنز على شكل اللي هو common cell flora، عشان هيك بسموها اللي هي بعض الأحيان بسموها fecal coliform، يعني بمعنى آخر متعايشة بتعيش داخل الأمعاء، وطبعا طول ما هي داخل الأمعاء لا تسبب مشاكل مرضية، ولكن في اللحظة اللي بدها تخرج إلى مناطق غير الأمعاء حينيتها هتكون اللي هي ممرضة. عشان هيك بعض هاي الأنواع اللي سميناها الفيكال كوليفورم بتعيش في المية، في الووتر والسويل والسيوج. عشان هيك مصدر العدوى اللي هي الماء الملوث أو التربة الملوثة، أو اللي هي السيوج اللي هي المجاري، مياه المجاري، واللي هي الصرف الصحي. طبعا بناء على الكلينيكال انفكشنز بروديوس، الانتركس هاي ديفايدد الى تو كاتيجوريز، صنفوها لنوعين بناء على اللي هو احداثها للامراض. وقبل هيك شفناها سميناها الاوبورتونستيك باثوجينز، واللي هي نورمالي بارت اوف ذا يوجوال انتستينال فلورا that may produce infection outside the intestine. حكينا انها غير ممرضه عندما تكون موجوده في الامعاء، ممرضه اذا كانت في اماكن خارج الامعاء، عشان هيك سموها opportunistic pathogens، تتحين الفرصه انها تكون ممرضه. The primary intestinal pathogens هي انها انواع اذا وجدت في الامعاء بتكون ممرضه، زي السالمونيلا والشيجيلا واليارسينيا. السالمونيلا طبعا من اهم مسببات مرض يسمى التايفويد، وكذلك الشيجيلا واليرسينيا بتسبب امراض مختلفه في الجسم. اذا عندنا الفاميلي اوف انتيروباكتيريسيا، صنفوها لنوعين بناء على كلينيكال سيجنيفيكانس، لبرايمري باثوجين اوبورشنستيك باثوجين. طبعا بالنسبه للبرايمري باثوجين في انواع اساسا تعتبر opportunistic، ولكن هي كذلك primary pathogen زي الشريشة كولاي والكليبسيل. يعني معنى آخر في أن أنواع من الشريشة كولاي بتكون ممرضة بطبيعتها إذا وجدت في الأمعاء، ولكن أنواع كثيرة منها غير ممرضة. عشان هيك في أن اللي هو strains مختلفة من الشريشة كولاي، وكذلك الكليبسيل اللي هو نيومونيا. طبعا البرايمري باثوجين حكينا عنها الشيجيلا والسالمونيلا واليارسينيا، ويعتبر الاشريشيا كولاي والكليبسيلا انواع منها تعتبر اللي هي برايمري باثوجين، ولكن انواع اخرى تعتبر اوبورشنستيك من الاشريشيا كولاي والكليبسيلا. وفينا طبعا البروتيس واللي هي
السريشيا والانتيروباكتر مورجينيلا بروفيدنسيا كلها تعتبر اوبورشنستيك باثوجين. طبعا الاشريشيا كولاي تعتبر من الانواع المهمه والاكثرها انتشارا على مستوى الامراض، واكثر انواع الامراض البكتيريا المسببه للامراض بجسم الانسان هي الاشريشيا كولاي في اماكنه المختلفه. اذا هي تعتبر الموست سيجنيفيكانت سبيشيز ان ذا جينيس الاشريشيا، والناتشرال هابت لها اللي هو الانتستن او انيمالز وهيومنز. البكتيريا طبعا هاي البكتيريوم is therefore used as indicator for fecal contamination. طبعا وجود البكتيريا الاشريشيا كولاي في اماكن خارج الجسم تعتبر علامه من علامات اللي هو التلوث بالبراز. يعني لما نجيب مياه شرب واذا بدي اقيمها هل هي ملوثه ب اللي هو البراز البشري او المخلفات البشريه الحيوانيه او البشريه، بنفحص لوجود الاشريشيا كولاي، وتعتبر معيار مهم لتقييم الفيكال كونتامينيشن او درينكينج ووتر او الباثينج ووتر اللي هي مياه البرك او السباحه، وكذلك اللي هو التلوث اللي هو الاطعمه الخضار وما الى ذلك بالماء طبعا البراز اللي هي الحيواني او البشري. اذا الاشريشيا كولاي تعتبر important potential pathogen في الهيومن، وطبعا شكلها زي ما احنا ماضيين عباره عن جرام نيجاتيف باسيلاي، والها طبعا شكل مميز انه لها فلاجيلا، وطبعا لها اللي هي فيمبريا اللي هي بيلايز زي ما احنا ملاحظين. هذا طبعا الشكل بالالكترون مايكروسكوب. طبعا بالنسبه للاشريشيا كولاي هذا هو الشكل العام للاشريشيا كولاي بكتيريوم. حجمها تقريبا 3 مايكرومتر، لها فلاجيلا، ولها اللي هو طبعا سيل ممبرين سيتوبلازم ولها دي ان ايه، وطبعا تصنف ضمن اللي هي في هذا التصنيف الدومين بكتيريا، الكينجدوم بكتيريا، الفايلم بروتوبكتيريا، الكلاس جاما بروتوبكتيريا، والاوردر انتيروبكتيريالز، والفاميلي انتيروبكتيرياسيا، الجينيس اشريشيا، السبيشيز اللي هي كولاي اي كولاي. هذا هو تصنيف الاي كولاي. الهابتس وين بتعيش؟ يعتبر اللي هو يعني المكان اللي بتستوطن فيه البكتيريا اللي هي الاشريشيا كولاي اللي هي في الجاسترو انتستينال تراكت اوف هيومن انيمالز. في الجاسترو انتستينال تراكت الاشريشيا كولاي طبعا تعمل كولونيزيشن للباول اوف ذا افريج هيومن فيتس within 40 hours of birth. يعني مجرد ما الطفل ينولد بتبدا اللي هي الاشريشيا كولاي طبعا تستوطن في اللي هو الانتستينال تراكت اوف ذا فيتس تقريبا within 40 hours of birth. In newborn infant most bacteria present. طبعا مجرد ما ينولد الطفل بينولد طبعا يعني معظم يعني البكتيريا هي يعني تعتبر من الموست او بكتيريا بريزنت اللي هي الاشريشيا كولاي تقريبا بتكون على شكل 10 اس 7 اللي هي ايكولاي بكتيريا بير 1 جرام اوف ادلت هيومن انتستين. بشكل عام بتكون عددها حوالي 10 مليون اللي هي كولوني في كل جرام من اللي هو الادلت هيومن انتستين. تقريبا 0.1% of the total bacteria من adult human هي عبارة عن اشريشيا كولاي. تقريبا 0.1% من أنواع البكتيريا المختلفة هي الاشريشيا كولاي. إيش أهم مصادر الاشريشيا كولاي؟ الاشريشيا كولاي طبعا بكتيريا ممرضة ممكن تنتقل عن طريق الـ uncooked meat الطعام الغير مطهو خاصة اللحوم اللي هي unpasteurized اللي هي ملك أو جوس عصير أو حليب غير معقم، swimming اللي هي pools برك السباحة أو drinking water
contaminated with the sewage ملوثة بمياه المجاري. المين sources لشريشة كولاي بكتيريا طبعا in the diary of infected persons can be passed on if their hands are not washed well. طبعا ممكن تنتقل اللي هي البكتيريا هذه من infected person to another عن طريق اليدين الملوثة أو ال unwashed vegetables أو fruits. The most sources can be avoided. يعني البكتيريا بشكل عام وخاصة الشيشة كولاي ممكن نتجنب الإصابة منها بطرق اللي هي مختلفة وخاصة باتباع اللي هو الهيجين اللي هي الجود هيجين نظافة الشخصية تنظيف اليدين قبل الأكل بعد الأكل غسل اللي هو الخضار أو اللي هي الطهي الجيد للأغذية والحفاظ عليها في الثلاجة. What good are of الشريشة كولاي؟ الشريشة كولاي طبعا زي ما حكينا انه موجودة في الأمعاء ولها فوائد وجودها في الأمعاء انها بتعمل protection للintestinal tract from bacterial infections. يعني بتعمل protection للintestinal tract from bacterial infection, aids in digestion, تساعد على الهضم, reduce our main sources of vitamin B12 وK, تنتجنا مصادر طبيعية أو مصادر مهمة للفيتامين B12 واللي هو الفيتامين K. وللعلم طبعا أن الجسم لا يستطيع أن يصنع الفيتامين ولكن يعتمد عليها إما من اللي هو الغذاء أو من اللي هي البكتيريا اللي بتعيش في الأمعاء زي الشريشة كولاي. Lives or lives symbiotically with us. يعني بتعيش بشكل متعايش معانا. We help them to live and they help us to live. يعني بمعنى آخر الشريشة كولاي اللي موجودة في الأمعاء والانتستن الفلورا بشكل عام وجودها يعني مفيد وليس ضار. طيب إذا كان في عنا good E. coli في عنا bad E. coli. Bad E. coli while most E. coli are good there are a few strains طبعا تكون عنا harmful to humans. في عنا طبعا معظم أنواع الشريشة كولاي غير ممرضة للإنسان ولكن بعضها ممرض. تقريبا 5 billion bacteria in your intestine alone it is possible to get an individual strain that is harmful to you. طبعا يعني البكتيريا بتعيش بشكل طبيعي ومفيد ولكن بعض انواع البكتيريا طبعا وخاصه الشريشة كولاي بتكون ممرضه. طيب ايش اهم اللي هو صفات الشريشة كولاي؟ طبعا الشريشة كولاي لما بدي اعمل لها عمليه دياجنوستس في المعمل بدي اخذ عينه من اللي هو المكان المصاب وخاصه عندنا اللي هي العينات اليورين على سبيل المثال وعينات الوند انفكشن او الاذر الاذر اللي هو سورسز اوف سامبلز للبلد او سي اس اف او ما الى ذلك. ولكن طبعا باجيش اخذ عينه من البراز عشان افحص الشريشة كولاي في المعمل الا اذا كان في عند الطفل اللي هو دياريا. في الحاله هذه بدي اكشف عن وجود الانواع الممرضه من الشريشة كولاي اللي ممكن تكون موجوده عنده وطبعا يتم الكشف عنها. من أهم صفات اللي هو الشريشة كولاي إنها تنمو على اللي هو differential media زي اللي هو المكونكي وطبعاً تظهر على شكل dry pink وطبعاً هي عبارة عن lactose fermenter يعني بمعنى آخر موجود فيها إنزيم يسمى اللاكتيز بيعمل fermentation للشجر اللي هو اللي اسمه lactose وطبعا بيظهر اللي هو على شكل صبغة بهذا الشكل اللي هو اللون بينك كولوني والسراوندينج بتكون بينك اريا على المكونكي. طبعا ملاحظين احنا دائما بنركز انه نطلع على السيبريتد كولونيز لانها تنمو بشكل واضح وبتنمو بشكل اللي هو قوي والكولوني بتكون ماخذة يعني مجال جيد في عملية النمو. بالنسبة للشريشة كولاي طبعا تعمل فرمنتيشن للجلوكوز واللاكتوز وتريهالوز وزيلوز يعني بتعمل فرمنتيشن لأنواع مختلفة من الشجرز بوزيتيف اندول ومثل ريد تيست does not produce hydrogen peroxide
or phenylalanine deaminase, semen citrate negative, usually motile, bogus Proscar test negative. إذا هذه الصفات الكيميائية اللي من خلالها أنا بقدر أتعرف على اللي هو الشريش شوكولاي من خلالها، ويفترض إنكم تكونوا أخذتوا في المعمل كيف تقدر تتعرفوا على الهيليجرام نيجاتيف بكتيريا وخاصة الشريش شوكولاي. الشريش شوكولاي طبعا infections بتسبب wide range of infections واللي بتشمل المنينجايتس, gastrointestinal tract wound and bacteremia. gastrointestinal infection طبعا من أهم المشاكل اللي بتسببها في الجهاز الهضمي، إنه في أنواع منها تعتبر enteropathogenic E. coli، وطبعا هذه primarily بتصيب اللي هو الانفانتس والتشيلدرن، والاوتبريكس ممكن تحصل في الهوسبيتالز نيرسيريز اللي هي طبعا الروضات and daycare centers والأماكن اللي هي الأولية. طبعا الستول بيظهر على شكل ميوكس but not blood identified by serotyping، يعني في الانتيرو باثوجينيك ايكولاي بيظهر البراز على شكل ميوكويد ولكن لا يوجد فيه اللي هو blood. في النوع الثاني من الانتيرو شريش ايكولاي اللي احنا بنسميها انتيرو توكسوجينيك ايكولاي، بسموها ترافيلرز دياريا، والترافيلرز دياريا عبارة عن مسببها نوع بسمى الانتيرو توكسوجينيك ايكولاي. طبعا بتسبب ان البراز بيكون watery diarrhea without blood self limiting usually not identified، يعني بتصيب الشخص بشكل خاص و يعني بتنتقلش للاخرين بشكل سهل، usually not identified other than patient history and lactose positive، يعني بتم التعرف عليها من خلال اللي هو فحص التاريخ المرضي للي هو الشخص، وكذلك ممكن نزرعها على differential media، وممكن نتعرف عليها عن طريق فحوصات اللي هو المناعية زي serological test. الانتيرو invasive E. coli نوع ثالث من أنواع الإي كولاي الممرضة اللي بتنتج اللي هو dysentery، بسموه intestinal dysentery with bowel penetration, invasion and destruction of intestinal mucosa, watery diarrhea with the blood. يعني هذه تعتبر من أهم صفات الانتيرو invasive اللي بتنتج اللي هو الديزنتري، وطبعا بتعمل penetration للباول وانفيجن وديستركشن للانتستينال ميوكوزا، وهذا بسبب انه ينتج كميات كبيره من الووتري دياريا وذ بلاد. اذا هذا يعتبر نوع خطير وبيهاجم الامعاء، جدار الامعاء والاغشيه المبطنه، وطبعا يعتبر تعتبر هذا النوع مهم جدا القضاء عليه بشكل سريع. وطبعا هاي الانتيرو انفيسيف دو نوت فيرمنت لاكتوز، هي تعتبر صفه مميزه وبتم التعرف عليها عن طريق الدي ان اي بروبس، عن طريق العوامل الوراثيه المرتبطه بهذا انه الانتيرو انفيسيف. انتيرو هيموريجيك ايكولاي نوع ثاني اسمه سيروتايب 0157H7، هذه مرتبطه بالهيموريجيك دياريا، يعني بتعمل سال ومصاحبه خروج دم وهيموليتيك يوريميك ديستروم، وهذا الهيموليتيك يوريميك سيندروم يعتبر من اهم مسبباته اللي هي هاي النوع الانتيرو هيموريجيك ايكولاي، واللي هي طبعا تظهر على شكل لو بليتليت كاونت نتيجه وجود الهيموريج نزف، هيكون في عندنا نقصان في البليتليت كاونت، الهيموليتيك انيميا هتظهر عند المريض نتيجة فقدان كميات من البلد، وممكن تسبب كدني فيلير، وطبعا تعتبر هذا النوع يعني شديد الخطورة وخاصة في الأطفال، وطبعا من أهم أنه هو الوسائل اللي هو المنتقل عن طريقها اللي هو الأندر كوكت الهامبورجر، خاصة الأكل السريع الغير مطبوخ جيدا، او الامباسترايز ميلك الحليب الغير معقم غير مبستر، واللي هي العصائر الملوثه طبعا كلها ممكن تكون سبب من وجود اللي هو البكتيريا هاي وانتقالها الى 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 الناس اللي هم طبعا بيتناولوا هذه العطن. من اهم صفات الانتيرو هيموريجيك انها دو نوت فيرمنت سكروز، وطبعا ممكن نتعرف عليها عن طريق السيروتايبنج. السيروتايبنج اللي هو فحوصات اللي هو السيرولوجي عن طريق الانتيجين انتي بادي رياكشن.
فينا النوع الأخير من اللي هو الباد إشريشيا كولاي يسمى الأنتيرو أجريسيف، وهذا الأنتيرو أجريجيتيف إيكولاي بتسبب لي دياريا عن طريق اللي هو adhering to the mucosal surfaces of the intestine، وبتسبب لي اللي هو watery diarrhea، والسيمبتومز may persist for over 2 weeks. يعني ممكن تستمر الأعراض لأكثر من اللي هو أسبوع.